اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ انا كابتن منور الدين. هبدا مع حضراتكم بملف شائك وملف مهم جدا واتكلمنا فيه خلال الفترات اللي فاتت، ولكن النهارده هذا الملف تطور بشكل واضح. اعضاء جمعيه عموميه في اتحاد كره القدم المصري، كان هناك كلام فيما هو سابق برفض دوري المحترفين، وكان ما هو الا مجرد كلام. هدد أعضاء الجمعية العمومية بعمل جمعية عمومية غير عادية. النهاردة راحوا اتجهوا للاتحاد 36 نادي أو 37 نادي، اعتذر منهم واحد وتبقى 36، وبالتالي اكتمل النصاب. ولكن في الآخر هي طلعت قاعدة ودية ولا رسمية ولا إيه اللي حصل يا أستاذ جمال؟ واسمع من الأستاذ محمود برضه. طبعا هو مبدئيا أنا من وجهة نظري أنه الجمعية العمومية أخطأت من البداية، مع بداية الموسم تم اختار الأندية بأنه هيتعمل دوري محترفين مع نهاية الموسم. الأندية اعتمدت على أن هي ما ردتش، يعني رحلت المشكلة لغاية نهاية دلوقتي، لغاية نهاية الموسم، على أساس أنها تحط الإيه قدام الأمر الواقع. أوكي. يجتمعوا وياخدوا قرارات ويعلنوا رفضهم لعمل دوري المحترفين. انما هي الحقيقه في الامر كله انه مفروض ان اقامه دوري المحترفين ما تبقاش رغما عن الانديه، يعني حتى الانديه بتاعه الدوري لازم يكون التطوير ما يبقاش تطوير لجزء بس، يعني كان يجب انه التطوير يبدا من الدوري الممتاز اللي بيعاني اصلا. بالعكس، هي البدايه قد تكون وجهه نظري العكس، ان كانت البدايه تكون من دوري المحترفين. ما هو لازم يبقوا ثم الاتنين. العام القادم العام القادم على طول وجهه نظري كان يجب او يجب على اتحاد كره القدم ان يعلم انديه الدوري الممتاز ان هم سيتم تخفيضهم الى 16. ماشي. العام اللي بعده 14. ليه ما يتمش ده بشكل متكامل؟ لم يتم الاعلان عنه او لم يتم التباحث فيه. اصل على فكره انديه الدوري الممتاز مع بدايه الالفيه الثالثه، يعني كان الدوري الممتاز كان 14. ايوه، ما انا بقول لحضرتك ده الطبيعي. وكان في دوري القسم الثاني. وبعدين المشكله كمان في ايه بقى يا كابتن؟ المسميات مش مظبوطه. صحيح. يعني انت اما تيجي تقول دوري محترفين، واخد بالك؟ طب الدوري الكبير ده مش دوري محترفين؟ يعني ايه دوري ممتاز؟ ها؟ وبعدين دوري محترفين والف وب. يعني انت فاهم قصدي ليه؟ يعني هل احنا بنحب نفخم الاسماء يعني ولا ايه؟ يعني ليه دايما بنحب ندي الامور على عكس طبيعتها؟ هل هو عيب ان يبقى فيه دوري اسمه دوري القسم الثاني؟ لا، لازم يبقى فيه على زي كل العالم دوري درجه اولى اللي هو الفيرست ديفيجن او اللي هي البريمير، وبعديه دوري القسم الثاني، ثم الثالث، وهكذا تدرجا يعني. صحيح. فانا شايف ان الموضوع كله من البدايه ما كانش فيه مصارحه وما فيهوش دراسه، يعني انا حملت الانديه الخطا. النهارده في بعض الانديه اللي كانت بتقود هذه الحمله لالغاء دوري المحترفين رؤسائها ما راحوش، خلعوا. يعني قول لي بالله عليك، صاحب الدعوه خلع. لا، في وعود راحت للبعض ان انت بس خليك انت على جنب واحنا هنراضيك. صاحب الفرع خلع واحنا هنراضيك. اللي هو مين؟ ايا كان. الترسان؟ لا لا، في انديه اخرى يعني. انا بتكلم بشكل عام. وفي رئيس نادي خلع قبل التصويت، خلع كيرنس. بالظبط. ليه؟ لانه الموضوع ما هوش قائم على دراسه ومصلحه الكره المصريه. ما انا عشان كده بقول لحضرتك ايه، انت لما تيجي تطور مش هتطور يعني في دوري الممتاز اللي هو رقم واحد. طيب ده بالنسبه للتطوير يا استاذ جمال. استاذ محمود، عايز اسالك ايه اللي حصل النهارده؟ ده ينطبق عليه المقوله اللي احنا خدناها فتره، اعملوا اللي انتوا عايزينه واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. خلاص. ماشي. اوكي. ولكن ايه اللي حصل النهارده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو على الوضع. اذا لم يتم احترام الدعوه النهارده اللي تمت بصوره رسميه وتعمل لها اعلان في الجرايد. هي رسمي؟ طبعا ده رسمي. لما تعمل اعلان بالجرايد ان يوم واحد هيتم الدعوه. صحيح. الكلام بيتقال بقى انه بقى قاعد اتعرب وقعد الكلام. لا، ده انا ما يعني ما اكمل احترامي. النهارده اكتملت ولا ما اكتملتش؟ اكتملت.
المفروض اتحاد الكوره يحترم راي الناس. لكن كون انه يقول لك هنعمل اللي احنا عايزينه وبعدين لما تيجي توجه سؤال تقول له انت بعت يقول لك ما بعتش، طب جبت سوقت لا ما سوقتش، طب عملت تعمل فار لا ما عنديش. هم سالوا ثلاث سالوا الاستاذ جمال على فكره. انا بحيي الاستاذ جمال علام بالمناسبه، ما هو بهزر لو غير كده على فكره بقى بيخدع نفسه على فكره. لا بحيي الاستاذ جمال علام ان هو راح وواجه، في ناس استخبت وما راحتش، ده كلام تاني هنتكلم فيه بعدين. ولكن انا بتكلم هنا على اللي حصل. حضرتك ده يندرج تحت بان استمرار حاله العبث. انت قلت دوري محترفين، ما لما ده دوري ده دوري محترفين، امال اللي فوق عليه دوري ايه؟ يعني الحسابات، يعني انت عندك الملاعب بالصوره عشان ما نضحكش على بعض، يعني الملاعب اللي تحت انت يعني قلت عملت لنا بصه ومنظر ليه، قلت لنا الوضع هيلعبوا فين، يعني فين ملاعبهم؟ في جمهور ما فيش جمهور؟ يعني لو عاوز تعمله حتى لو عاوز تسوقه هتسوقه على اي اساس وبناء على ايه؟ يعني ايه المعطيات اللي هتديها لاي شركه راعيه وانت في 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 الدوري الممتاز بعته بالعافيه بالوضع اللي انت شايفه ماشي. فعاوز اقول لك يا كابتن اسلام، هو عندما سئل الاستاذ جمال ثلاث اسئله، هل تمت تسويق المسابقه؟ قال لا. هل في فار في المسابقه؟ قال لا. طب ايه بقى؟ هل قال له في بث فضائي او حقوق اتباعت؟ قال لا. طيب في قناه هتذيع؟ يبقى مش دوري محترفين. لا يبقى مش دوري محترفين بقى. قال لك طب نبدا ونشوف. نبدا لا بقى كده بقى الحسبه كده غلط يا كابتن. بص يا كابتن، هو طبعا من الاساس لما حصلت الهوجه السنه اللي فاتت كان المفروض يطبق من العام الماضي وتم التأجيل. طيب لما انت عملت التأجيل والأندية وافقت، هنا الأندية ومجالس الإدارات تتحمل المسؤولية على فكرة. شركة في الحجمين وإيه ما حطتش النقاط على الحروف، لكن لما الدنيا هاصت وإن الأندية الشعبية بدأت تتآكل شقفتها بالصورة الواضحة وتختفي تدريجيا وتتآكل في تواجدها، حتى يعني أنت لما تيجي تبص على المنظر على الدوري الممتاز هتلاقي خمس أندية شعبية فقط الباقيين في المشهد، والباقي كله أندية يعني ما بين الشركات وما بين طب ما أنا بقول لك بتكلمك على الدوري الممتاز. فالمشهد يا كابتن إسلام بأمانة شديدة شيء محزن، إنك تدعو جميعهم ويتم اكتماله وعدم احترامها ده في حد ذاته درس للباقيين، الا اذا كان الباقيين عاجبهم او كان الهدف من الليله دي ان انا بحقق مكاسب بصوره اخرى. هو ده على ما يبدو، يعني ايه سيب وانا سيب، لا ادي دي واعمل لقطه في الحته الثانيه، لا عدي دي وانا هعدلك دي، اذا كان هي دي بحسبه يبقى كل ده مش في صالح الكوره. بامانه شديده انا عاوز اتحاد الكوره يطلع والناس اللي عملوا جميعهم يطلعوا يقولوا لنا ايه اللي اتعمل، يعني هل فعلا دي قعده عرب؟ لو كانت قعده عرب ما كانش لما كان تم الكلام ده منكم من بعض وديا، ما المشكله ما كانش حصل والناس دخلت واتخانقت مع بعض وخبطوا في بعض بكل الناس ما حدش بيرد. ما انا بقول لحضرتك حدش لا في حاجه لا رغم ان اتحاد الكوره اصدر بيان مطول في قبل الحدوته وقال فيها واقصى بغرة زي ما انه هيطبق الدوري المحترفين والموضوع انتهى. انا بقولها لك يا كابتن اسلام رغم انعقاد الجامعه واكتمالها دوري المحترفين هينطلق خلاص المسألة. أنا شايف كده الوضع كل اللي بيتقال عليه هينطلق تحت أي ظرف هينطلق ويتطور مع الوقت وخلاص وانتهى الموضوع وكل اللي حصل ده. لكن هل هيكتفي الجماعة دول بالمشهد اللي عملوه؟ لا يبقى في ظلم واضح لا ما هنا لا أنا بكلمك لا هينطلق خلاص. بص الكلام اللي تم تسميه دي قعدة عرب مش اعتمادها، ده عدم احترام للجمعية العمومية اللي هي فرطت في حقها برضه. انت دعيت كان لازم تقف وصوتك عالي وتاخد من الاعتماد الموافق وتبعت بقى تخاطب بقى الفيفا بصوره رسميه ان انا دعيت وحصل وما احترمش رايي. بعد كده انت تقول بقى انا اختار الناس دي وما اختارهاش بعدين، انتوا المسؤولين، ما انتوا اللي جبتوهم وحطيتوهم على المقعد الرئاسه والاعضاء والكلام ده. بامانه شديده شيء غريب جدا وموقف احنا مش عارفين احنا رايحين فين في المساله دي، وهيستمر الخلاف امتى وهيتم حسم الموضوع انت حتى عشان الانديه كلها تبقى الصوره واضحه بالنسبه لها. طب ايه البدائل اللي هتطرح لو مثلا اتلغى؟ اعتقد انا بقولها لكم لن يتم الغاء الدوري اللي تم الاتفاق عليه رغم عدم وضوح الرؤيه بالنسبه الرؤيه الضبابيه. لكن بص كل هذا الكلام يتوقف على هل ال 37 اللي تواجدوا في الجامعه هيصروا على موقفهم ولا خلاص انتهوا او 36 والناس اللي انصرفت يعني. لكن بتقييمك للموقف زي ما انت بتقول تبدا من تحت، انت تبدا من تحت كمان مش من دوري المحترفين، لا تبدا من تحت من الدرجه الرابعه والثالثه وتقول انا بعمل ايه الشغل اللي انا بعمله كاتحاد كوره، بطور ولا ما بطورش، بجدد ولا ما بجددش، بوسع القاعده ولا بقفلها وضايقها وخليها على انديه بعينها واللي معايا يعني. عاوز اقول لك على حاجه، طب انت هتبيع والناس كلها منتظره والانديه تصرف عليها من فين؟ وبرضه خلي بالك يا كابتن، انت من الصالح انك انت يبقى عندك اداره لاداره هذا الدوري، اداره كمان من داخل اتحادكم اداره منفصله بهيئتها بمسؤول عن التسويق، مسؤول عن البث، مسؤول عن ايه الحاجات اللي هتجيبها المفروض برضه
من الصالح ومن الذكاء ان يكون الانديه الشعبيه لها دور، لان الجمهور يبقى هو يعني عاوز اقول هو الدعم لنجاح هذه الفكره. ابتعاد الجمهور بامانه شديده عن المشاهد اللي احنا شفناها في الدوري العام الماضي المنقضي كان شيء مبهر وكان شيء رائع جدا طبعا. يا اختصار للقصه يعني قبل ما ننقل على حاجه ثانيه، مش حق اتفضل، اذا الموضوع ما هوش فرد عضلات، ده اللي انا شايفه، ده اللي يخليني اقول ان هو مش فرد عضلات، لا لانه ما هو فرد عضلات. ما انا هقول لحضرتك مين الاقوى، هو الصراع دلوقتي. ولو اتحاد الكره هو اللي عايز يبقى الاقوى كان عمل ايه؟ كان حضر بكامل هيئته اولا حضر مثلا يعني، لكن انا الاقي الاستاذ جمال، الاقي الدكتوره دينا، الدكتور ايهاب الكومي، اللواء حلمي مشهور، بقيه اعضاء مجلس الاداره مش موجودين. احنا مش ضد التطوير، لا لا انا بس السؤال ده مهم جدا. ايوه يعني انا عندي مشكله، انا عندي مشكله، فبعمل ايه؟ بجيب مجلس الاداره كله علشان يقعد ويحل. ايوه كابتن، وفي فين نقطة. الناس ما راحتش ليه؟ لا في نقطه كمان برضو ترتبط بدي، انت النهارده يهمك في الموضوع ايه؟ هل ان كل واحد ده يمشي كلمته او ده يمشي كلمته الصالح، ولا يهمك حقيقه تطوير الكره المصريه الصالح؟ اذا كان الاسئله الثلاثه اللي تم توجيهها للاستاذ جمال علام وله مننا كل تقدير لم يجب عليها بإيجاب صحيح، يعني جاوب عليها بانه مفيش، يعني في كذا لا مفيش، في راعي لا مفيش، في بس فضائي لا مفيش، الاسئله دي كلها لازم يجاب عنها قبل ما تبتدي. ليه؟ عشان يبقى المشروع يا كابتن متكامل. وزي ما قلت لحضرتك انا وجهه نظري المتواضعه انه مفيش تطوير لحته، لان ده كله بص يا سلم بيؤدي لبعضه، يعني اللي هيصعد من دوري المحترفين للدوري الممتاز كام نادي وفقا للكلام ده؟ ثلاثة. يبقى اذا الدوري الممتاز هيتأثر بهذا الامر. المفروض الدوري الممتاز السنة الجاية خمسة ينزلوا مثلا، يعني ثلاثة طلعوا خمسة ينزلوا، يبقى احنا نزلنا ل 16، السنة اللي بعدها خمسة ينزلوا برضو ينزل ل 16. هل الكلام ده، هل الكلام ده اتقال؟ ال 14. هل الكلام ده اتقال؟ لا ما اتقالش، ما اتقالش بالنسبة للدوري الممتاز ما اتقالش. حلو جدا، انت النهارده بتعاني من مشكلة جامدة جدا. ايوه حلها يا استاذ جمال، زي ما الاستاذ حلها التطوير مشروع. زي ما الاستاذ محمود قال دلوقتي، هو احنا الشكل اتضح ان احنا هنلعب دوري ممتاز تمام، دوري محترفين ب او دوري الدرجه الثانيه الف، ثم دوري الدرجه الثالثه ودوري الدرجه الرابعه والخامسه. احنا مش عارفين نقولهم لسبب، مش عارفين نقولهم، مش حافظينهم. ايوه لكن سيبك من المسميات، اللي انا اقصده ان خلاص اصبح الشكل العام للدنيا ماشيه بهذا الشكل. هل امتى لو اصله لو تم الغاء دوري المحترفين هتعاد كل هذه الامور من الاول وجديد؟ انا ما قلتش مين اللي هينزل تاني ومين اللي هيطلع ومين اللي هيعمل، صح؟ انت النهارده ده تبقى ازمه كبيره جدا على فكره. كبيرة. لا لا لو انت مش قصه الغاء، انا مش بقول الغاء، انا بقول انه امام الاتحاد حاليا ما زالت الفرصه موجوده. ما انا بقول لك ما تقعدوا مع الجمعيه العموميه. مش اكتملت الجمعيه يا ريس ولا ما اكتملتش؟ اكتملت. احترام القانون واجب ولا مش احترام واجب؟ طلب الجمعيه مش دي الجمعيه، لا لا الجمعيه العموميه دي مش المفروض صوتها يبقى واصل؟ طبعا. مش هي الجمعيه العموميه هي اللي جابت اتحاد الكوره؟ لا ايوه اللي جابتها. هما بيقولوا احنا ما جبناهاش. لا يا فندم هما اللي انتخبوها. لا يا فندم مين جابها؟ محترمين في الجمعيه العموميه، انا سمعتهم الفتره الاخيره في مداخلات يمكن عالمية. يمكن هم ما كانوش موافقين عليهم، ممكن مش موافقين عليهم ايا كان، لكن في لكن الغالبيه انتخبتهم يا استاذ جمال. اللي انا اقصده المطلب الوحيد للجمعيه العموميه ايه؟ الغاء دوري المحترفين اللي هم دول المجموعه دي 36 اللي هم 36 الباقي اقصد بس الباقيين فين؟ يعني كان يتوجب حتى ايه؟ حتى الباقيين اللي هم وانا معاك اتوافق معاهم وانا معاك على فكره انا اللي اتوافق انه يتعمل ليهم دوري المحترفين كانوا يبقوا حاضرين ليهم صوت. يعني حتى المشهد عاوز اقول لك ايه؟ احنا مش عاوزين نوصل، مش احنا دايما قانون الرياضه الجديد عظم دور الجامعات العموميه؟ عظمها ولا ما عظمهاش؟ ايوه ده ان هي صاحبه القرار وصاحبه التاسيس. طب الناس دي ما حضرتش ليه؟ يعني ال 20 دول اللي خلاص هيتعمل منهم دور محترفين مع ال 36 يعني 56. ما انا بكلمك كان ليه ما يبقاش اتحاد الكوره الذكي ويجي يتناقش ويتكلم في الموضوع ويطرح اللي عنده؟ ده اللي احنا بنقوله. لو ده حقيقي، لو انت بتعظم خلاص يبقى احنا فوتوشوب بقى مش حقيقي في المشهد. لو انت بتعظم صحيح دور الجمعيه العموميه يبقى الجمعيه العموميه هي اللي بتقرر. لكن انا حدي برضو صلاحيه شويه لمجلس الاداره يقعدوا مع بعض، يعني لغايه النهارده بيتجنبوا الجلوس مع اعضاء الجمعيه العموميه.
لدرجه ان يا فندم اذا كان انا عندي مشكله جوه بيتي مش في حته تانية، مش عارف الوحيد اللي له لانه مش موجود في مصر الاستاذ خالد دلندلي مش موجود في الامارات، شفنا الصور. لكن الباقيين بقيه الاعضاء فين؟ يعني كابتن حازم امام فين؟ كابتن محمد بركات فين؟ الحاج عامر حسين فين؟ صح. مين تاني؟ ما كل دي اسئله مشروعه. يعني انا اجيب استاذ يعني محمد ابو الوفا. استاذ محمد ابو الوفا ماشي له يعني ماشي بس ما حضرش ليه يعني؟ يعني له وقعه تخلي الناس تتضايق منه فما يحضرش، اقبل هذا الكلام. ولكن من انا اللي انا افهمه ان انا كرئيس مجلس اداره او انا صاحب البيت اجيب كل اهل البيت يقعدوا عشان نتكلم، مش واحد ولا اتنين يبقوا مش موجودين. على فكره احنا مش مختلفين، انا كل اللي بطلبه انه عشان يبقى الامر ده يخص الجمعيه العموميه ويخص اتحاد الكوره مجلس الاداره، يجب ان يكون فيه اجتماعات مستمره حتى النهارده لغايه دلوقتي. ممكن جدا يتعمل مشروع من الناس بتوع الكوره اللي في الاتحاد، يعني يقول الدوري الممتاز هيبقى كذا الدوري. وبعدين نسمي، خلي بالك يا استاذ جمال، لو القعده دي زي ما بيتقال والتسريب اللي تم انه القعده تعرف تبقى كارثه. لا تبقى كارثه. لا 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 يا كابتن، انا معايا، لا لا معلش يا استاذ محمود، انا معايا قامات كبيره جدا. هل حضراتكم مش عارفين وانا معاكم على فكره؟ يعني لا مش قامات، انا يعني انا نفسي مش عارف. لا وانت قامات. لا مش قصدي حضراتكم طبعا، لكن انا اقصد اقول ايه، ان انا نفسي مش عارف. يعني انا سمعت فعلا الرايين إيه؟ بجد والله لو. ان هي دي قعده عرب وان هي لا قعده قانونيه. لا على فكره مختلفين على فكره، هو هي مش قعده عرب. لا مش قعده عرب. لو الجمعيه العموميه تمسكت بحقها هتعمل ايه؟ هتبعت هذا يعني نعمل اعلان رسمي هتبعته للفيفا في الاخر يكتمل، وفي الاخر تقول لي هنعمل، لا يبقى ده تهريج، وهتبعته للفيفا. أنا يعني لا يعني المفروض هيبعته للفيفا ازاي؟ هي ما حد يقول لنا قانوني يا جماعه على الموضوع كابتن ده. كابتن اسلام انا بجد كابتن اسلام هيبعته للفيفا ازاي؟ سمعت الاثنين. هيبعته للفيفا ازاي؟ هم ما قالوش ان هم هيبعتوا للفيفا. من خلال مين؟ من خلال اتحاد الكوره. هل اتحاد الكوره يتحلى بالشجاعه ويحترم راي الناس اللي جت دي ويقدر يبعت للفيفا؟ لا معرفش. هيحاول يعمل ايه اتحاد الكوره؟ ها؟ هيحاول يقسمهم الى فصائل. ها؟ ماشي، ولا مجموعات ولا تفتيت وضرب واعتقد بدا بالشكل من بدايه من اختفاء صاحب الدعوه وتخلي اخر في اخر اجتماع للتصويت، والكلام من العمليه بقت ايه؟ محدوده هنا. هنا يتم عمليه الاستقطاب. الاستقطاب ايه؟ من خلال كل واحد ومؤيديه واللي ليه علاقه داخل المشهد. هنا بقى كانه كل هذا المشهد المرتبك لم يكن له فائده، كده احنا وصلنا لنقطه الصفر، يبقى الهدف ايه؟ الهدف هو مصالح شخصيه وليس هدف صالح الكوره. هدف صالح الكوره هو صالح الكوره دوري المحترفين. خلاص ما انا بقول لك اهو ده اللي احنا هدف صالح الكوره خلاص. على فكره يعني خلينا نتكلم بصراحه، انا مش ضده على فكره، انا مش ضد، لكن انا ضد، انا ضد عدم تلبيه رغبات الانديه في ان هي تقدر تحاسب وتدفع على هذا الامر. احنا ضد الانقسام اللي موجود حاليا بين مجلس اداره وبين الجمعيه العموميه. لا بس ده او عدد كبير، يعني عدد كبير 37 من كبير كتير مش طبعا. مش سهل يعني بس انا بقول لك ستدفع الكره المصريه ثمن غاليا من تاكل شقفه الانديه الشعبيه. انا بقول لك وبحذر اختفاء حتى تاني. تقول لي بقى ماديا، تقول لي لا لابد ان يكون وزاره الشباب والرياضه والاسراع في انهاء من التعديلات بتاعه قانون الرياضه بامانه شديده لحمايه الانديه الشباب بشكل اخر. لكن المساله انا بقول لك اهو تحولت الى شكل على فكره مرعب ومشهد مدرجات خاليه، الناتج والحاصل هيبقى مشكله مستقبلا. ما تبصش النهارده، بص لبكره وبعده، بص على جيرانك، بص على المشهد اللي انت شايفه حواليك عامل ايه. مش عاوز ادخلك في قياس على من هو افضل منك. يعني لما اقول لك انه مثلا الدوري الانجليزي حتى فوق وتحت بنفس المشهد مكامل العدد في مدرجاته، لانه كل مدينه لها النادي بتاعها وليها وتحت. انا بكلمك يعني عاوز اقول لك ايه المشهد عامل ازاي. يعني لو خدت المقياس، مع انه المقياس فارق واسع، لكن عاوز اقول لك حاجه، انت كدورك كاتحاد كوره ايه هو اللي بتقدمه؟ يعني ايه ورق الورقه اللي انت هتنفذ؟ انا في مدتي فاضل لي سنه هعمل واحد اثنين. طب قول لي واحد بس، يعني اديني صوره ايجابيه واحده انت عملتها خطوه. سيبك من كل هدفك ان المنتخب الاولمبي راح اولمبياد باريس، انا عاوز اقول الكوره نفسها، اللعبه نفسها انت طورت فيها ايه؟ يعني ايه اللي اديت الحاصل يعني اللي هتجيبه؟ مشروع متكامل للمسابقات. ما احنا هنعمل بقى مشروع متكامل للمسابقات في ايه بس يا مشروع كامل للمسابقات ماشي، اللي هي الدرجه الاولى والثانيه مفيش الف وب وسين وصاد، واخد بالك كابتن؟ حكايه الف وب دي
كارثة. لما تعمل مجموعة واحدة يبقى أنت محدد هدفك وقايل إن أنا إيه؟ خلاص أنا بايع ومخلص وجايب بايع ب 100 مليون وجايب بس فضائي وجايب أنا كنت أيوه كده. أصل هقول لحضرتك حاجة. أصل هقول لحضرتك إزاي يعني؟ الكلام اللي قيل وحضراتكم يمكن كمان سمعتوه اتقال إيه؟ اتقالك إن كل نادي هياخد 4 مليون جنيه صح؟ صح ولا أنا قلت طيب 4 مليون جنيه قالوا 4 يعملوا إيه؟ لا غير ان هم طب احسبها هم مش موجودين احسبها معايا بس احسبها احنا قاعدين بس الاول 4 مليون 4 مليون في 20 فرقه ادي كام؟ 80 ده بسم الله ادي 80 ادي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي. وعندك حكام ايوه حوالي 20 على 20 مليون بالميت ادي 100 مليون يعني انت اكمل انت بس كده محتاج علشان تبدا الموسم القادم 200 مليون مثلا لا هو 100 100 احنا حسبناه واحنا قاعدين وبلدي كده بسم الله الرحمن الرحيم 100 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 100 على الاقل 100 واللي داخل عايز يكسب مظبوط مظبوط يعني طبعا. انا شركه المتحده سبورت مثلا خدت وعايزه تكسب عايز تكسب بالظبط صح هتعمل ايه عايزه تسوق فتدي القنوات فالقنوات تدفع فلوس صح ايوه طيب يبقى انت عايز مثلا قول 20% 10% 5% يعني انت عايز 10 مليون يعني انت على الاقل ماشي من 100 ل 120 مليون ده بسم الله الرحمن الرحيم بعيدا عن اي حاجه صح بعيدا عن اي كلام بعيدا عن اي ضرائب بعيدا عن اي مش عارف ايه بعيدا عن اي تعاقدات بعيدا عن اي حاجه انت بتتكلم عن من 100 ل 120 مليون مين اللي هيتقدم لرعايه مسابقه غير معلومه ما هو برضو لازم يبقى الامور واضحه طبعا لانه المفروض ان مسابقه الدوري الممتاز ودوري المحترفين مع ان انا مش مقتنع بالتسويق المفروض الدوري المحترفين الاول ايوه يعني المفروض الدوري الكبير دوري هو دوري المحترفين دوري السوبر صحيح ايا كان دوري سوبر المحترفين الدوريين دول المفروض يبقوا مرتبطين مفروض. يعني انت ممكن كمان تبيعهم باكج يعني واحد انا لو مكانه كنت عملت ايه زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ جمال في بدايه الكلام ان احنا كنا عملنا ايه قلت يا جماعه يا استاذ محمود قلنا ايه يا جماعه احنا هنعمل دوري المحترفين والسنه الجايه 5 هينزلوا من الدوري الممتاز ايوه كابتن بالمره بقى بنقوله عشان السنه الجايه يبقى عدد الفرق 16 أيوة. والسنه اللي بعدها واقول من دلوقتي والسنه اللي بعدها ممكن ما يبقوش موجودين ده القرار اللي خده الباشمهندس هانا بوريده وبعدين جم في فتره ايه انتخاب مجلس 2018 فاكر انت دي كان قال لك انه بعديها في اخر السنه اللي بعديها بعد بس مشي وبعد خساره كاس الامم 2019 صح. كان قال لك ايه انه هينزل اللي انت بتقول عليه ده صح. هيبقى الدوري كام بدا من الدوري اللي بعده 19 20 كان هيبقى دوري 16 ظبط الدنيا للناس عشان الناس تسقف ويعمل في الدوري الممتاز في الدوري اللي تحت اللي هو اللي مسميه دوري المحترفين كان هيعمل الشكل اللي هو عايزه ده بس كان هيعمله بشكل برضه اعتقد هيبقى كان فيه حاجه افضل من كده لكن خلاص طب يا جماعه كل الحدوته دي عاوزين نعرف الناتج يعني كان المفروض اتحاد الكوره النهارده حتى لو كان صمت النهارده يطلع يقول لنا شفت والله البيان يا جماعه بيان شفت البيان انا بدور ما فيش لا في في البيان دلوقتي لا في بيان انا شايفه اهو حالا على حالا دلوقتي لا ده من ده بتاع امبارح ده بتاع امبارح ايوه قبل البيان ده بيقول ايه بيقول ايه البيان بيقول ما معناه ان الاجتماع ده او الدعوه لجمعيه عموميه غير عاديه لا ده قبل امر مخالف لا ده قبل النهارده ايوه ما انا عارف ده من يومين يعني بيفشل امر مخالف ناوي يعني في نيه من الاول حكم على مش هل كان من الواجب ان هو ينزل بيان النهارده طبعا يقول فيه يا جماعه النهارده حصل واحد بلاش بيان يعني اسمه ايه بيان ايه بيان صحفي بلاش بيان صحفي بالظبط يوزع على كافه الصحفيين يا جماعه النهارده احنا قعدنا مع 36 من اعضاء الجمعيه العموميه وحصل 1 2 3 وجهه نظرنا ان ده مش ده المفروض يحصل بدل ما احنا عمالين كده نسال ونعمل وايه المانع انا اللي مستغرب له جدا ايه الخلاف اللي بين الجنبين او الطرفين خلاف على ايه على مصلحه شخصيه ولا على مصلحه عامه لا يا فندم ما هو هنا مفروض ايه يعني لا مصلحه عامه حلو طبعا يبقى اذا انا مش هتكسف من حضرتك لو احنا اختلفنا على جزئيه تخص ويقنعك يقنعني ويقنعك يقنعني صحيح ويبقى اجتماع جمعيه عموميه ونتناقش امال ايه الجمعيات العموميه معناها ايه بس مع الحقيقه انا مش عارف وفي ظل حلها ده لازم يكون في من ناحيه المجلس طيب. تقدير لدور الجمعيه العموميه وايضا الجمعيه العموميه تحترم المجلس بس ده هيجي ازاي باجتماع لدراسه هذا الامر ان شاء الله وفد من الجمعيه العموميه يقعد مع مجلس الاداره يحمل هذه الافكار ويبتدوا يتكلموا وبعدين يعلنوا لنا
التصور الكامل للموضوع لتطوير الكرة المصرية. طيب استاذ محمود، بما اننا بنتكلم عن المشاكل الخاصه بالاتحاد، احنا لو قعدنا كده نتكلم في موضوع جمال العمود هنقعد لبكره، هنقعد لبكره كل واحد هيبقى ليه راي، لكن خلينا ننتقل الى موضوع اخر، هو موضوع مستحقات الحكام المتاخره ولجنه الحكام والكلام على ان هناك من الممكن ان يكون توفيق كابتن توفيق السيد بره اللجنه خلال الفتره القادمه، وتاجيل المؤتمر الصحفي اللي كان المفروض من المحتمل او من المفترض ان هو كان تم الاتفاق ان هيعمله بريرا كان امبارح او اول امبارح وتم تاجيله لما بعد نهايه الموسم، طبعا ده خوفا من موضوع الجمعيه العموميه والكلام ده. الموضوع ده هيوصل لغايه فين؟ وانا عليا 28 مليون جنيه لمعظمهم او الحكام ليهم فلوس كتيره في هذا الامر، ده 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 مصاريف، وبالتالي انا هعمل ايه؟ موسم، انا موسم ونص ده يا كابتن، 10 شهور، 10 شهور. طيب حضرتك اسالك سؤال، يعني ايه الهدف من تسريب ان توفيق السيد بره؟ مش عارف التوقيت، انا بكلمك لانه احنا كل الناس كانت بتتكلم على ان كابتن توفيق هو اللي له اليد العليا في اختيار الحكام، وان هو اللي له كذا، وان هو له كذا في مباراه الاهلي وبيراميدز مثلا، كان من المفترض ان يكون هناك حكم اخر، فكابتن توفيق اللي شال الحكم ده وحط حكم تاني، كلام كتير. يا كابتن محمد فاروق دوري مش نائب رئيس اللجنه؟ ما لا، محمد لم يظهر حتى الان، يعتبر هو المسؤول، هو المسؤول. كابتن انت دلوقتي قدرت تتاخر على دفع راتب بريرا واللي معاه؟ لا ما قدرتش، بريرا خد فلوسه ها بالعمله الصعبه حسب ما انت متفق معاه. لما يبقى المشهد باللي انت شايفه ده واحنا لغايه دلوقتي حتى انه بريرا عمل اعتقد جلسه واحده اتكلم فيها مؤتمر في الاجازه اللي فاتت او في التوقف اللي فات قبل اللي فات، قبل اللي فات، وقال لك انتظروا انا ماليش دعوه، انا لسه السنه الجايه انتظروا شغلي السنه الجايه. ماشي هننتظر شكرا السنه الجايه. هو لما يجي يقول الكلام ده كان المفروض المؤتمر اللي هو اتاجل ده هيطلع يقول لنا مين ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت واللي جاي وتشكيل اللجنه، واللي جاي الجديد عندي يا جماعه تشكيل اللجنه، انا تقييمي اللي حصل 1 2 3 حسب الحاجات اللي هو ايه اللي هو كان الازعاج اللي كان حاصل لهم قبل كده من الراجل اللي مشوه كلاتنبرج، كلاتنبرج، فجابوا حد هادي تبعهم يعني، مش يا عم الليله حاجه. طيب احنا عمالين نبدل وهنناقش توفيق السيد عشان ازعج نادي وعشان غير نادي، الاختيار توفيق السيد او غيره او محمد فاروق او حتى ترشيح كابتن جهاد جريشه او غيره في الفتره اللي جايه هو يبقى موجود بيتم على اي اساس؟ يعني انت ايه هدفك، عاوز توصل لفين؟ يعني انت كاتحاد كوره انت بتقدم مثلا سيفي وتقول لبريرا والله بص ديروا الناس المرشحين تعالى خد معاهم واتنين ثلاثه اقعد معاهم واختار، ولا كل واحد حسب حبيبه في اتحاد الكوره بيجيب اللي هو عايزه؟ هي دي برضو تحكم برضو يا كابتن اسلام. يعني بمعنى ايه؟ انا بجيب لبريرا بقول له بص انا عندي 4 احنا محتاجين منهم 2، واحد يبقى معاك في الممتاز، واحد في دوري النيل، واحد في دوري المحترفين، اختار. هيختارهم على اساس تزكيه ولا بتقدم سي في لكل واحد فيهم وخبراته والعمل واشتغل فين وعمل ايه؟ المفروض الكلام اللي اتقال. اتحاد الكوره بامانه شديده في ورطه كبيره جدا، خاصه انه عمود اللعبه في حد ذاته عنده ازمه، يعني ما حصلش على حقوقه حتى الان، ويمكن مجموعه من الحكام راحوا للجنه وتجمعوا واتوعدوا ان هو يتم ايه دفع جزء من المستحقات. هو انت كمان انت هو ليه المؤتمر بتاع بريرا اتاجل؟ من ضمنه اتاجل ان الحكام عملت ايه؟ قالت احنا اليوم ده هنروح بقى ما يشبه ان احنا تجمع يعني، ولكن احنا مش هنتجمع، احنا هنقول للناس من خلال المؤتمر الصحفي ان احنا فاضل لنا 28 مليون جنيه. بس هي المعلومه معروفه، اصبحت معروفه، اصبحت طبعا، بس هو يعني خلاص هو برضه عاوز برضه عايز حقه كمان برضو. انت عندك ايه؟ وحقهم يا استاذ جمال بيني وبينك برضه يا كابتن سام، برضه كفايه النقد اللي طول السنه. ايوه عندك جزء كمان من الحكام تخطوا السن القانونيه، في كلام في اتحاد الكوره ان الوصل لسن 45 مش هيتم التجديد ليه، في ناس ممكن تكمل عشان دوليين مثلا تقعد 3-4 شهور لغايه ما تنتهي مدتها مثلا وخلاص، يبقى في غير في بدايل. البدايل يمكن احنا بنشوفها اتنطورت كده في مباريات الكاس وكده، لكن لسه برضو ما تمش الحكم عليها، والوجوه الجديده هيكون فيها لها حسابات اخرى. الامر في مجمله انك انت هل الفلوس دي بتاعت الانديه بتاعت التحكيم اتحاد الكوره ما حصلهاش من الانديه؟ تحصلها دي اول حاجه. حلو الكلام، يعني انت في بدايه الموسم عملت أيوة. ايه عملت ايه طبعا، اين ذهبت هذه الاموال، راحت فين، صرفت فين، عاوزين نعرف. ما دي المفروض انت لما بتاخد حاجه زي كده مش انت بقى اعضاء الجمعيه العموميه؟ انا بكلمك اهو، لا ما انت حضرتك دلوقتي اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. أيوة. هم اللي من حقهم يسالوا. انا بقول لحضرتك المفروض الفلوس دي تتحط فين يا كابتن؟ اي اداره رقابيه تتحط في حساب ايه؟
حساب خاص للتحكيم. الانديه دفعت يا عم انا عليها كام؟ عليها مليون اتفضل. قبل ما يبدا الموسم عليها مليون ونص اتفضل يا فندم. عليها 2 مليون. السنه دي زودوهم 500,000 هم كانوا 250 بقوا 750. انا بقول لحضرتك اتفضل يا فندم خدت فلوس راحت فين؟ عاوزين حد يطلع الاتحاد الكوره يقول لنا والله الفلوس بتاعت التحكيم المفروض تخش تدخل الخزنه او الحساب اللي معلوه للحكام عشان يتصرف عليه بصوره ونحافظ على كرامه الناس وعامل شكل واتحاد الكوره. يعني كانت خطوه مهمه جدا فتره من الفترات كانت الانديه هي اللي بتدفع بعد المباراه بتنتهي الاداري بيسلم طاقم التحكيم. الوضع بعد كده ما الناس اشتكت بقى فيها حاجه شيك وبقى كده الناس بتدفع فلوسها من الاول ومن الاخر. فين الفلوس راحت فين؟ وده سؤال برضو يتسال الاتحاد الكوره والقائمين عليه فين يا جماعه؟ من اللي خدها واتصرفت فين؟ يعني عاوزين نفهم برضو. ما دي برضو مشكله كبيره جدا. انت محافظ على الراجل الاجنبي بتدي له حقه ودول يعني دول ما يستحقوش ان هم يعني طب يعني هيصرفهم فين؟ ما لو اعتقدنا انه ما عندهمش شغل او حياتهم كلها في التحكيم خلاص صحيح. يعني صحيح. هيروحوا فين يجيبهم فين مشكلة. يعني حتى لو في ناس بتشتغل ماشي ده جزء برضو بياخد منه وقته من جهده ومن عرقه والكلام ده برضو فين؟ يعني عاوز اقول لحضرتك على حاجه بامانه في حاجات برضو اتحاد الكوره مش قادر يجاوب عليها. يعني ايه ده كان المفروض الجمعيه العموميه يسالوا وطبعا الحكام اكيد هيكون لهم موقف في الايام اللي جايه. ده تساؤل مهم جدا. زي ما انت دفعت للراجل وبتدي له راتبه الشهري بتحافظ عليه كان المفروض الاول ليك برضو على الاقل تدي حتى جزء يعني من العشر شهور تدي خمس شهور حتى. تعرف يعني ان الراجل ده ممكن يكسب الحكام الفتره اللي جايه مين هو بيريرا ده ان هو يطالب ويقف معاهم في المطالبه هو ليه المتاخرات دي كلها؟ ما احنا بنقول طالما الفلوس بتجيلك والانديه بتدفع وفي انديه ما بتدفعش طبعا في انديه عليها مديونيات في انديه عليها مديونيات طبعا ما احنا عارفين طبعا البدايه ان الكل لازم يدفع اللي عليه صحيح. ثانيا انك ليه توصل الامر الى ان المتاخرات تبقى 28 مليون؟ مين اللي هيحكم ماتش الاهلي والمصري؟ تعرف يشوف حد بيقبض بقى لا او حد من اللي بيسافر والله لا قبض يعني فلوسه المستحقه يعني المتاخرات بتاعنا حد يكون خد المستحقات يعني حد خد المتاخرات لا هي فعلا او حد من اللي بيسافر وبيرجع فبيلم من هنا ومن هنا فاكر احنا مره حلمنا واحنا مع حضرتك مره ان الحكام المصريين يجب لما يكون في مباراه برج العرب مثلا ان الحكم يبقى مبيت في الفندق زي لعيبه. انت كويس يا استاذ جمال؟ انا اخبارك ايه يعني؟ ما انا بقول لك عليك. انا لازم تعمل له يعني عربيه خاصه وبتاع وحراسه كمان عليه على جانب يعني بدل ما يروح يوم المباراه بس ده ما بيحصلش حتى بره يعني لكن يوم المباراه هي فكره على فكره يعني اتكلمنا فيها كتير بس فكره حلوه جدا. وعلى فكره انا بسمع الشكوى دي من حكام عاملين كمان خلي بالك حكام يقول لك انا بس احسبها يا استاذ جمال الناس بيهاجموني وهما مش عارفين يا استاذ جمال احسبها برضو انت عندك كم حكم في كم درجه ما في فلوس خليك في خليك في الممتاز بس خليك في الممتاز خلينا في الممتاز بس الاول طبقها بس وبعدين الممتاز ماشي فلوسه موجوده وجهه نظر ماشي فلوسه موجوده وبعدين انا بقول لك سمعتها من حكام انهم بيروحوا مناطق نائيه بعربياتهم مكتوب طبعا وممكن جدا العربيه ممكن يسرق العربيه وطبعا. ممكن الراجل يتذبح استاذنا ده في كارثه بس في حاجات غريبه جدا بتحصل لكن اخيرا يا استاذ محمود يا استاذ جمال الاهلي والمصري من سيفوز في هذه المباراه مباراه صعبه ولا لا اخد رايكم بسرعه لا طبعا مباراه صعبه جدا جدا ومفيش مباراه سهله على فكره ويمكن اللي بيصعبها الظروف الاخيره اللي مر بيها حقيقي. النادي المصري بعد ما كانوا رايحين متاهبين للاحتفال بكاس الرابطه سالت كابتن حشيش بالمناسبه القيد والمش القيد سالت كابتن حشيش كابتن حشيش شغال في منطقه القاهره كابتن حشيش يعني القيد ممكن ده قال لي ايه ممكن تخيل يعني هل يعني جريندو اعلن او البنك الاهلي اعلن ان خد جريندو من المصري خلاص ممكن جريندو يلعب مع المصري النهارده ازاي يلعب ازاي والله ما اعرفش هو راجل مسؤول سجل يا ريس القاهره سجل مع مين مع البنك الاهلي لسه ما تسجلش ليه هو الموسم ما خلصش بالنسبه له مع المصري ممكن برضه ممكن هو الموسم موسم المصري هيخلص امتى يوم الخميس وبعدين ما هو اذا كان وجهه نظر على فكره المدير الفني موسم المصري هيخلص يوم الخميس موسم البنك الاهلي بدا من 3 4 ايام ليه لا طب سؤال ال 18 لاعب في الداخليه مشوا ليه ما الموسم بتاعهم ما خلصش هم لعبوا كل الناس لا الداخليه لعبوا لعبوا محدش مشي كله لعب هو ده التشكيل الاساسي اللي بيلعب في الداخليه تهيألي
ما عدا احمد رشاد ده، ولا حتى احمد رشاد ده لعب اللي هو الولد اللي هو نجيل ده، رشاد احمد كلهم كانوا موجودين. ده كان كلام. المهم يعني خلينا في المصري تحديدا، المصري الموسم بتاعه ينتهي يوم الخميس صح؟ جريندو راح البنك الاهلي اعلن ان هو جاب جريندو يلعب ولا ما يلعبش؟ كابتن حشيش قال لك ايه؟ يعني قال لي بص هتلاقي بقى في يعني هو مش اتحاد الكوره اعلن حاجه اعلن ايه؟ انه انك انت ممكن تلعب لو عندك صفقات جديده ممكن حقك تلعبها. الصفقات الجديده؟ لا انا ما شفتش. لا هو بيسال الكابتن وبعدين اصل اتحاد الكوره دايما لما بيعمل حاجه زي كده على فكره. لا ما هو احنا كلنا بنحاول احنا دا انا دايما صفحه الاتحاد بفتحها عشان اشوف اي اخبار جديده اي حاجات جديده. لكن الحقيقه يعني ما بالمنطق انت مش هتجيب حد جديد هتلعبه. لكن انا بقول لك ايه برضه حاجه غريبه برضه انا بقول لك اهو ادينا في موقف انا بقول لك اهو احنا في موقف غريب موقف غريب. هل جريندو ده يلعب ولا ما يلعبش؟ بالظبط. ماتش صعب يا كابتن. ايوه الماتش طبعاً صعب جدا ومع تغيير كمان الاداره الفنيه. انت كل ما تروح تلعب مع فريق تلاقي علي ماهر يعني انت كل ما تروح تلعب مع حد تلاقي علي ماهر بيتولى التدريب. فطبعا بالنسبه لعلي ماهر هو مش مسؤول طبعا عن مسؤوليه مباشره. لا ده اصر ان هو يقود الفريق. ايوه ما اصر ليه؟ هو اصر يقوده لكن هو من حقه ان هو يبتدي مع الموسم الجديد. ماشي ماشي طبعا صح. لكن هو تحمل المسؤوليه فهيحاول برضو ان هو يعمل حاجه ويتواجد بشكل قوي امام النادي الاهلي. طبعا 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 هي بطوله يعني انا مش شايف حاجه على الصفحه بتاعت الاتحاد يا استاذ محمود. ما تدخلش الاتحاد فيه الكره الشاطئيه اخر خبر اهو والله والله العظيم ما بهزر اخر خبر. لا يعني يعني انا بحاول اشوف انا هبعتها لك اصل انا لا انا اصل انا متابع جيد يعني انا طول ما انا قاعد بفتح عشان يمكن خبر ينزل يمكن حد ينزل ادور كده عليها وابعتها لك زي ما انا قريتها بالظبط كده. نعم زي ما انا قريت التصريح بالظبط. ماشي مصدر في اتحاد الكوره. لا انا عايز حاجه رسمي. مصدر في اتحاد الكوره دي انا هجيبها منين يا استاذ؟ ما لا انا هجيبها لك وابعتها لك. لا انا فاهم انا فاهم حتى لو بعتها لي. طب يعني هو عايز حاجه رسمي. الرسمي بينزل على الصفحه. ماشي زي الاهلي كده يعني احنا النادي الاهلي متعودين على ايه؟ احنا ما بنتكلمش في صفقات. ليه؟ لانه لو اتكلمت في صفقه يبقى حاجه رسمي اتكلمت في صفقه تعتبر صفقه. بالظبط لكن ممكن ما انتهتش. فنفس الكلام صفحه الاتحاد هي اللي بينزل فيها مثل هذه الاخبار اللي المفروض ان هي رسميه وبيتم ال هم بيريحوا دماغهم تجهيل المصدر. تجهيل المصدر بصوره هم بيريحوا دماغهم ما بينزلش واحنا نقعد نضرب اخماس في سداس. ايوه يعني زي الاجتماع ده اللي تم النهارده بتاع الجمعيه العموميه محدش قال فيه حاجه. لازم كان ينزل عنه حاجه طبعا حقيقي. موقفه ايه؟ موقف الجمعيه العموميه يعني عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه يعني في هذا الامر لانه امر اتحاد الكوره عنده امور صعبه جدا جدا خلال الفتره اللي جايه وغصب عنهم الفتره يعني مش قصدي غصب عنهم ولا حاجه ولكن الفتره اللي جايه لازم يعني. مجبر ان هو يعلن عن هل سيتم العمل على وجود دوري المحترفين ولا لا. بالضبط. لازم هو مجبر ان هو يعمل كده. لازم ولازم يبقى في اعاده نظر في كل الاحداث اللي حصلت ويغيروا اداء التعامل مع الجمعيه العموميه. يقول لنا فلوس التحكيم راحت فين برضه؟ والفلوس بتاع التحكيم. نتمنى ان نصل الى كل هذه الامور لانها امور مهمه جدا الحقيقه في اطار كره القدم طبعًا. اللي احنا عايشينها بقى لنا فتره طويله جدا. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا.